ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك كما وعدتكم في الفيديو السابق اللي كان الموضوع ديالو هو دي زيكسبليكاسيون سامبل على لو بينوم، دونك اجوردي غنحاولوا نديرو دي زيكسبليكاسيون على لو بلان كونطابل ماروكان جينيرال. دونك هاد لو بلان كونطابل، هاد الكتيب هذا اللي غيعاونكم في لونجستغمون ديال لي زوبيراسيون كورون، ثم لونجستغمون ديالهم في لو جورنال. دونك هذا الكتيب اللي هو ضروري لاي واحد كيمارس المهنه ديال لا كونطابيليتي، او لا لي ديتيديون اللي كيقراو لا كونطابيليتي جينيرال. دونك اللي ضروري هو انك تفهم هذا الكتيب، الطريقه ديال الاستعمال ديالو وشنو هو المحتوى ديالو. دونك اجوردي نحاول ما امكن انني نبسط لكم الشرح ديال هذا الكتيب هذا. دونك مبدئيا احنا في الفيديو السابق شفنا لو بيلون اللي هو هذا، اللي هو هذا. دونك لو بيلون كيتواجد في لو بلان كونطابل ماروكان على هذا الشكل هذا. دونك نقسم لهذوك لي كلاس اللي حنا كنا كنأونجستريو فيهم هذوك لي كونط اللي درناهم في ليكزارسيس. دونك مقسم لدي كلاس، وكل كلاس عندها واحد المفهوم، وعندها يعني كل كلاس كتستعمل لبعض لي كونط. دونك هنا خصنا نفهمو لي كلاس ديال لو بيلون. كما كتشوفو هنايا لا كلاس 1 كتسمى لا كلاس دو فينونسمون بيرمانون. دونك لا كلاس دو فينونسمون بيرمانون، فوالا. دونك لا كلاس 2 كتسمى لا كلاس ديال لاكتيف ايموبيليزي، voilà. Donc tout ma la classe 3 qu'est-ce la classe de l'actif circulant, la classe 4 c'est la classe de passif circulant, tout ma la classe 5 c'est la classe de la trésorerie, et bien sûr la classe de trésorerie est divisée en deux parties, la partie de trésorerie actif dans la partie actif du bilan, tout ma la classe de la trésorerie passive dans la partie passive de bilan. Donc hnaya بالنسبه للبلان كونطابل شفناه بهذا الشكل. دونك كيتقسم القسم ولا عفوا بالنسبه للبيلون كيتقسم لدوك جوج ديال الاقسام، لو باسيف اي لاكتيف. كيحتوي على دي كلاس نيميروتي، دونك كل كلاس بالاسم ديالها. غنمشيو دابا لي ديتاي ونشوفو لا كلاس شنو هو الدور ديالها، ولا لاش كتليق ولا كلاس من البلان كونطابل. دونك اول حاجه نشوفوها هي لا كلاس دو لو كونط دو فينونسمون بيرمانون. دونك نتمنى ان الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو يكون عندهم لو بلان كونطابل، باش انهم يتمكنوا انهم يتبعوا معايا في لو بلان كونطابل ديالهم، كوم سا كيديروا دي زيكسبليكاسيون. دونك بالنسبه لا كلاس 1 اللي هي لو كونط دو فينونسمون بيرمانون، دونك من السميه ديالها غتبان بلي المحتوى بيان سور ديال هاد لا كلاس. هنا بيان سور لو كونط دو فينونسمون بيرمانون هو التمويل الدائم، يعني اي حاجه كتعلق بالتمويل. دونك لا كلاس 1 فيها دي ريبريك، دونك هادو كيتسمى لي ريبريك. دونك فوالا، دونك عندنا دي ريبريك. من بين لي ريبريك اللي غتهمكم او لا اللي غتهم لي زيتوديون اللي غيديروا لا كونطابيليتي جينيرال بالنسبه للاس 1 او لي زيتوديون ديال لا بروميير اني باكالوريا. دونك هاد لي زيتوديون هادو غتهمهم واحد ثلاثه ديال لي ريبريك. دونك اون جينيرال هما لي اساسيين مهمين في لو بلان كونطابل، او لا عفوا في لا كلاس 1، اللي هي لو كابيتو بروبر، ثم لي كابيتو بروبر اسيميلي، ثم لي ديت دو فينانسمون. دونك هاد ثلاثه ديال لي روبريك هما لي اساسيين انني مبدئيا نعرفهم في لو بلان كونطابل، ومن بعد ان شاء الله ملي نقراو الدروس الاخرى ديال لي زاموغتيسمون لي بروفيزيون اللي كيتعلقوا بلي زيتا دو سانتيز، ولا اللي كيتعلقوا بلا فان ديال ليكزارسيس، عاد من بعد نشوفو لا روبريك 15 اي لا روبريك 16 اي 17. دونك بالنسبه للحاجه المهمه اللي خصكم تعرفوها في لا كلاس 1 هي لا كلاس اللي فيها الفلوس ديال التمويل بكل بساطه. دونك قلنا لا كلاس 1 فيها اول روبريك اللي كتسمى لي كابيتو بروبر. دونك 11 فيها لي كابيتو بروبر، ومن بين كا اكزومبل اللي شفناه في لو بيلون هو لو كابيتال. دونك لو كونط كابيتال 11. دونك بالنسبه لي كابيتو بروبر هادو كلهم فلوس ديال الشركه، اولا لي كابيتو
بروبر، يعني رأس المال الذاتي، يعني الفلوس اللي جايبه اللي جايب لونتربرونور يعني من جيبه. دونك هادو فلوس اللي ديالو، يعني ما تسلفهم ما تعطاو ليه، دونك هذا فلوس ديالو. دونك كتجمعوا في لا روبريك 11. بالنسبه ل 13، دونك ال 13 اللي هي لي كابيتو بروبر اي اسيميلي، دونك كوم ان غران اكزامبل اللي كاين هنايا سي لا سوبفونسيون دانفيستيسمون روسو. دونك شنو هي سوبفونسيون دانفيستيسمون؟ دونك هيا كيما كتشوفوا، دونك كاينه في لو 13 11 لا سوبفونسيون دانفيستيسمون روسو. هاد لا روبريك هادي شنو فيها؟ فلوس اللي يعني اللي كيدعمونا بهم المؤسسات، يعني اي مؤسسه كتعطيك واحد الدعم باش دير لانفيستيسمون، يعني اللي هو الاستثمار، هنايا كتحتاج انك تحط هذا الكونت هذا في الكابيتو بروبر اي اسيميلي. دونك راه هما فعلا دي فينونسمون اللي هما بيرمانون، ولكن معزلين على لي كابيتو، حيتاش هادو ديالي وهادو فلوس ديال الدعم. دونك هادو كيتسموا لي كابيتو بروبر اي اسيميلي. اي بيان سور كما قلت لكم، ف يقدر لي كابيتو ديالنا ما كيقدوناش، كنتحولوا اننا نديرو دي زومبران، يعني نديرو سلفات. دونك بيان سور هاد السلف هذا كيكون في لي ديت دو فينونسمون، يعني لا روبريك 14. دونك شفتوا هنايا لا روبريك 14 فيها لي ديت دو فينونسمون. اي بارمي ليكزامبل اللي كنا كنخدمو به سي لامبران او بري دي زيتابليسمون دو كريدي. امبران او بري دي زيتابليسمون دو كريدي سي لو كونت 1481. دونك بالنسبه لهذا لو كونت هذا، هو الديون اللي كنقترضوها من عند لي بنك او لا من عند المؤسسات ديال القروض، وهذا القرض طبعا ما غنردوش في واحد المده اللي هي اقل من عام، بالعكس فكنردوها في واحد لا بيريود اللي كديباسي اون اني. دونك هنايا كانت كتمثل يعني لا ريبري 14 كتمثل ليا الديون اللي كتعلق او لا الديون اللي تسلفاتها لونتربريز باش دير لانفيستيسمون ديالها. فوالا، دونك هذا بالنسبه لا كلاس واحد. لا كلاس واحد دونك اللي هي الفينانسمون بيرمانون، فيها ثلاثه ديال لي روبريك اللي غتستعملهم لو بلو سوفون، غتستعملوا هاد ثلاثه ديال لي روبريك. بالنسبه لو كونت داكتيف ايموبيليزي، دونك لو كونت داكتيف ايموبيليزي سي لا كلاس 2، وكتعقلوا بلي لا كلاس 2 كتحط في لا بارتي اكتيف ديال لو بيلون او لا لي زومبلوا. دونك بالنسبه لاي حاجه كتسمى ايموبيليزي في لا كونطابيليتي، سا فو دير كو يعني كتحتفظ بها الشركه بور اون بيريود كي ديباسي اون اني. دونك هنايا اي حاجه كتشريها لا سوسيتي بور ان انفستيسمون، و باش يعني باش دير باش دير لا كرياسيون ديالها. دونك بالنسبه لهنايا، ف لو كونت داكتيف ايموبيليزي اي حاجه كتبقى في لا سوسيتي بور اون بيريود كي ديباسي اون اني. اي بيان سور هاد لي زينيمو هادو مقسمين عاوتاني الانواع. كاين لو 21 لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. اول اكزامبل في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، كاين عندنا لي فري دو كونستيتيسيون اللي هما مصاريف التاسيس. دونك هنايا اي حاجه كتعلق بالمصاريف ديال التاسيس ديال الشركه، اي حاجه كتخلصها باش دير لا كرياسيون ديالها، ولا باش يعني باش تدير لو ريجستر كوميرس ديالها، اولا باش دير الوراق ديالها. دونك هادو كلهم مصاريف ديال التاسيس ديال الشركه كيدخلوا في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. دونك من بعد لا روبريك الثانيه اللي كتهمنا هي لو 22. لو 22 لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. لو كور يعني شي حاجه انكوربوريل، يعني ميم جستاش شي حاجه غير مجسده. دونك لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل كما كتشوفوا ماكتاش بزاف هنايا. عندنا مثلا ان اكزومبل دان فون دو كوميرس، هذا لو كونت اللي كنستعملو لو بلوس اوفون. دونك هنا لو فون دو كوميرس اللي هو الساروت، يعني مثلا شريتي الساروت، دونك هنايا شنو شريتي؟ شريتي واحد الاصل تجاري. الاصل التجاري يعني ما غنقولش بلي سي تاني ليمون اللي هو كوربوريل ملموس. علاش؟ حيتاش هنايا كتشري مثلا لا كليونتيل، كتشري لا السمعه ديال المحل، كتشري. دونك كاينين شي حوايج اللي كنشريهم وغير ملموسه. دونك هنايا كيدخل لو فون دو كوميرس في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، يعني الحوايج اللي غير ملموسه. المساله كتعلق مثلا بلو بروفي، لو بروفي اللي كاين في لو 22 2020. دونك هاد لو كونت هذا ديال لو بروفي مارك دووا اي فالور اسيميلي. دونك لي بروفي اللي هما الاختراعات، يعني هنا كتشري شي حوايج اللي هما ما يمكنش يكونوا توشابل. دونك هنايا كندويو على لي زيموبيليزاسيون انكوربوري. اي بيان سور فهاد المساله هاد الحوايج هادو اللي كتشريهم لا سوسيتي كيبقاو عندها بوغ ان بيريود كي دي باسي بيان سور اون اني. دونك كتسمعوا دائما كنقول لا كلاس 1 لا كلاس 2 دي باس اون اني. فوالا،
دونك سي بور سيت ريزون علاش كتجي في الاول ديال لو بيلون، واحد كتجي في المرتبه الاولى ديال الباسيف، وجوج كتجي في المرتبه الاولى ديال الاكتيف. فوالا دونك عطيتكم جوج دي زيكزامبل اللي كيتستعملوا دائما او لا غالبا في ليزيموبيلزاسيون انكوربوري. ثم لا روبريك الثالثه اللي غتشوفوا بلي كتستعملوها بزاف هي ليزيموبيلزاسيون كوربوريل. سا فو دير كو اي حاجه كتشريها لا سوسيتي ولكن كتكون كوربوريل، يعني كتكون ملموسه، يعني ممكن تكون توشابل. دونك شنو هما الحوايج اللي هما كوربوريل؟ باغ اكزومبل عندنا لي تيران، عندنا لي كونستركسيون بيان سور كلهم، يعني سو سون دي شوز اللي هما كوربوريل. ثم عندنا مثلا لي ماتيريال، دونك لي ماتيريال اوتياج او لا كذلك كنسميوهم فوالا ماتيريال اوتياج. دونك ماتيريال اوتياج كاينه في 2332، دونك ماتيريال اوتياج ممكن نسميوها كذلك لي ماتيريال اندستريال. دونك او لا كتحط بارفوا في دي زوبيراسيون ممكن تحط ليكم بماشين. دونك هادو سو سون دي شوز اللي هما ماتيريال اوتياج او لا سو سون دي انستالاسيون تكنيك. ثم كاين ماتيريال دو ترونسبور باغ اكزومبل، ماتيريال موبيلي دو بيرو، ماتيريال دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك. دونك الى شفتو كاع تو سكي ماتيريال كيتجمع لينا في لو 23 اللي هو لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. ثم عندنا لا روبريك 24-25، دونك سو سون لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. دونك هنا سي لا كاتريام روبريك لي زيموبيليزاسيون فينانسيير، يعني المشتريات اللي عندها واحد الطابع مالي. بحالاش مثلا الى دونك الى شفتوا هنايا لي زيكزامبل غتشوفوا مثلا ان غران ديكزامبل لي هنايا سو سون لي تيتر دو بارتيسيپاسيون. دونك تيتر دو بارتيسيپاسيون لي هما كذلك لي زاكسيون. دونك لي تيتر دو بارتيسيپاسيون هما الاسهم، الاسهم اللي كتشري الشركه باش انها تكون مساهمه مع واحد 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 لونتربريز اخرى، يعني باش في لافان ديال كل شاك اني باش توصلها واحد واحد لا بارتي ديال لو بينيفيس او لا لو ريزولتا ديال هذيك الشركه. دونك لي تيتر دو بارتيسيپاسيون هما اسهم كتشريهم لونتربريز. دونك بيان سور بيسكو هما اسهم كتشريهم باش انها يعني توصل بواحد القدر ديال الارباح في الاخر ديال العام. دونك فوالا دونك هاد لي ليمون هذا غيبقى عندها بوغ اون بيريود كي ديباسي اون اني. دونك غيطبق عليه المفهوم ديال ايموبيليزاسيون فوالا. دونك وغيدخل في لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. نعطيكم ان اوتر اكزومبل اللي غتستعملوه مثلا بزاف هو مثلا لي بري او بيرسونيل. دونك لي بري au personnel qui est le 24-11. Les prêts au personnel, هادو هما مثلا السلفات اللي كنعطي للبيرسونيل ديالي. دونك الا لاحظتوا هنايا لا كلاس 2 سي لو كونترير دو لا كلاس 1. لا كلاس 1 قلنا فيها لي زومبران، يعني الفلوس اللي كنسلفو. هنا لا كلاس 2 فيها الفلوس اللي كنعطيو. دونك لي بري هما الفلوس اللي كنعطيو مثلا كسلف لي بيرسونيل ديالي، عوض انه ما يمشي يتسلف في لا بنك او لي يتسلف من اون اتابليسمون دو كريدي. فكيجي لونتربريز وكتعطيه واحد لو بري اللي شاك اني يعني كيرجع واحد لانويتي، دونك حتى كيكمل لو بري ديالو او حتى كيكمل الدين ديالو. فوالا دونك لي بري ايموبيليزي كيدخلوا في لا كلاس 2 وبالضبط في لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. فوالا دونك هادو هما لي روبريك اللي خصكم ضروري تفهموهم بالنسبه لا كلاس 2. ننتقلوا دابا لا كلاس 3. فوالا دونك لا كلاس 3 سي لو كونت داكتيف سيركيلون. لو كونت داكتيف سيركيلون، سيركيلون لو مو سيركيلون هو العكس ديال لو مو ايموبيليزاسيون اللي شفنا في لا كلاس 2. دونك ايموبيليزاسيون يعني هادو سو سون ديزون بلوا فيكس، يعني كيبقاو في لا سوسيتي. اما هادو كيكونوا سيركيلون، يعني كتشريهم وكتعاود تشريهم بزاف ديال المرات في وسط العام ولا في وسط ليكزارسيس كونطابل. دونك ما كتبقاش واحد الحاجه اللي واحد الحاجه اللي ممكن يضر عليها عام. باغ اكزومبل بحالاش؟ بحال لو ستوك او لا لي ستوك اون جينيرال. دونك هنايا لو ستوك دو مارشانديز اللي جاي في لا بروميير روبريك اللي خصنا نتعرفوا عليها اللي هي لا روبريك 31 اللي هي لو ستوك. دونك اول حاجه هنايا مثلا كتشوفوا مارشانديز. دونك مارشانديز اللي هي السلعه، طبعا السلعه فما كتبقاش في لا سوسيتي بو اون بواحد لا دوري اللي هي ا لونغ تيرم. بيان سور لو ستوك كيتبدل اشاك فوا ملي كتكون عندنا مثلا كتقاد ستوك، فمن الضروره اننا نشرو ستوك جديد.
بالنسبه لي زيليمون كي سون ستوكي ماشي غير لا مارشانديز ممكن نستوكيو لي ماتيير اي فورنيتور كونسومابل بيان سور تو سكي كونسومابل بحال مثلا اكزومبل بسيط مثلا الوراق ديال لامبريمونت باغ اكزومبل مثلا لونكر ديال لامبريمونت يعني دي شوز اللي هما كتستعملهم لا سوسيتي بور ايل ميم يعني ماشي بور لو فونتر باش يعني باش يعني الحاجيات ديالها دونك ثم دونك هنا شرحت لكم ما يخص لا فورنيتور كونسومابل ثم لي ماتيير بروميير دونك المواد الاوليه هنا كنهضروا على لا سوسيتي ملي كتكون اون انتربريز اندستريال بيان سور دونك اولا ممكن يكون ستوك دومبالاج بيان سور ملي كتكون لا سوسيتي محتاجه دي ستوك دومبالاج اكسيتيرا اكسيتيرا دونك هنايا كيعمم لينا جميع الانواع ديال لي ستوك سا ديبون النوع ديال لا سوسيتي وستوك داخل في لاكتيف سيركيلون هما مشتريات اللي كتكون ما كيدورش عليها عام ثم الحاجه ولا لا روبريك الثانيه اللي خصكم تفهموها بالنسبه لكلاس 3 هي لا روبريك 34 اللي هي لي كريونس دو لاكتيف سيركيلون لي كريونس دو لاكتيف سيركيلون خصكم تعرفوا باللي اولا كما شرحت لكم العكس ديال اون ديت سي اون كريونس دونك اون ديت الكونترير ديالها هو لا كريونس لا ديت هادي كيتسالها ليا الفورنيسور لا كريونس كنتسالها لو كليون دونك لا كريونس كنتسالها لو كليون ثم العكس ديال ان امبرون هو اون بريت كما شرحت لكم بالنسبه ليزيمبوليزاسيون دونك هادو دونك هاد المصطلحات هادو خصكم تعرفوا الفرق بيناتهم دونك فوالا دونك شنو لقينا دابا لقينا مع ولا لقينا المصطلح ديال اون كريونس دونك كما كتشوفوا لي كريونس دو لاكتيف سيركيلون اي حاجه ممكن نتسالها لواحد البارتنير وبيان سور هاد لا كريونس هادي كترجع ليا في واحد لا بيريود كي نو ديباس با اون اني Voilà, donc l'exemple li wa kan stamelo bzaf hnaya c'est le compte client. Le compte client, donc le 30, le compte 34 21, le compte client qui t'atabr une créance de l'actif circulant bien sûr qui tqid had le compte mli kankoun kantsal le client. Compte akhor nchrhou matalan le 34 11 li wa fournisseur avance et acompte versé sur commande exploitation. Donc, هنايا هاد الكونت هذا انت غتستعملو الا جاب الله مثلا لو فورنيسور عطيتو واحد لافونس باش يكوموندي ليا واحد السلعه دونك هنايا كنتحط في لا بوزيسيون ديال انني انا اللي كنتسال لو فورنيسور بيسكو هو مازال ما عطانيش لا مارشانديز دونك هنايا فانا كنكون يعني كنكون دائما يعني كنتسالو واحد المبلغ مالي اللي خصو يردو ليا كوم اون مارشانديز دونك هنايا خصني نقيدو في لي كريونس بهذا الكونت اللي هو فورنيسور افونس اي اكونت اكزامبل اخر مثلا باغ اكزامبل Les créances, voilà, les créances sur cession d'immobilisation. Créances sur cession d'immobilisation. Bien sûr, il y a une cession d'immobilisation. Et là, ça veut dire que les catibés ont une immobilisation. Et les catibés ont une chose. من هاد لي زيموبيليزاسيون اللي عندك في لا كلاس جوج كتبيعها بيان سور وكتسنى بيان سور كتبيعها لواحد لو بارتنير وهاد لو بارتنير ما كيخلصكش ولكن كيوعدك ان الخلاص ديالك اولا الريغلومون ديالك غيوصلك في واحد لا بيريود اللي هي كي نو ديباس با اون اني سافي دير 3 موا 6 موا دونك ما تفوتش لينا 12 شهر دونك ملي كيوعدني انه غير تخيا لا كريونس ديالي في هاد لا بيريود فكنقيد هاد لا كريونس اولا هاد الدين هذا كنقيدو في لو كونت كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون فوالا دونك عطيتكم دي زيكسبليكاسيون على لي كونت اللي عندكم في كريونس دو لاكتيف سيركيلون اي بيان سور مع لي زوبيراسيون كتكتشفوا لي كونت الاخرين دونك اللي خصنا نفهموه هو ان لا كلاس 3 فيها لي زيليمون كي نو ديباس با اون اني المشتريات اللي ما كتفوتش عندي عام يعني كنشريها بزاف د الخطرات في العام بحال مثلا المشتريات اللي كتعلق بالستوك اللي كتعلق بلا فورنيتور ديال البيرو ديالي ثم كتقيد فيها كذلك لي كريونس اولا الديون اللي كتكون ليا على برا يعني اللي كنتسال لي بارتنير ديالي سواء كو سوسوا لو فورنيسور دي افونس اللي كنعطي الفورنيسور كو سوسوا لو كليون اولا لي سيسيون دي زوموبيزاسيون كيما عطيتكم في ليكزامبل فوالا دونك هادو هما جوج لي ريبريك اللي خصكم تمكنوا فيهم مبدئيا بالنسبه لكلاس 3 ثم اون باس على كلاس 4 دونك لا كلاس 4 اللي هي لو كونت دو باسيف سيركيلون دونك كما كتلاحظوا هي العكس ديال لا كلاس 3
3. لو كنت دو باسيف سيركل لا روبريك اللي هي مهمة خصكم تفهموها هي لا روبريك 44 اللي هي لي ديت دو باسيف سيركيلون. لي ديت دو باسيف سيركيلون هما العكس ديال كريونس دو لاكتيف سيركيلون كما كتشوفوا. دونك لي ديت دو باسيف سيركيلون هما الفلوس اللي كيتسالني الفورنيسور. دونك الا قلنا هنايا الفلوس اللي انا كنتسال لو كليون هنا غنقول الفلوس اللي كيتسالني لو فورنيسور يعني الفلوس اللي خصني انا نديهم. دونك بحال مثلا لو كونت فورنيسور هو اللي يجي في المرتبه الاولى ديال هاد لا كلاس هادي. دونك الا كتلاحظوا كونت فورنيسور لي 44 11. دونك لو كونت فورنيسور كنستعملوه الا جاب الله كان مثلا اون اشا اكريدي من اشا اكريدي بيان سور كنكون هنايا كتسال لي فورنيسور واحد المبلغ فكنقيدو في لو كونت فورنيسور. اولا نعطيكم اكزومبل اخر مثلا كونت ان ساجي دين اشا مثلا باغ تريت يعني كتكون تما واحد تريطه اللي كانت تما اني في دو كوميرس هنايا فما غتقيدش هاد لا سوم اللي كتسالني في هاد التريطه في لو كونت فورنيسور نو غنسجلوها في هاد لو كونت هذا اللي كيتسمى كونت فورنيسور افي à payer les gains le compte 44 15 44 15. Donc là le compte fournisseur est fait à payer tout ma bien sûr chauffe mais chérie le fournisseur le fournisseur pour de la société non fait qu'il connaît bzaf dire le partenaire les mouquins en a mis la société ou mazel ma 400 ou la kin bichard en a flous خصنا نردهم في واحد لا بيريود كي نو ديباس با اون اني حيت كما كتسمعوا هنايا قلت لكم اون ديت. دونك اون ديت ما خصهاش تفوت عام. دونك بالنسبه لي زومبرا وي لي زومبرا هنايا ممكن انني ما نخلصهمش تيدور عليهم عام. بالنسبه لي ديت نو. دونك فيما كنقول لك مثلا واحد الكريدي كيتسالوا ليا واحد لو بارتنير وخصني نخلصو على 3 موا 10 موا اكسيتيرا. دونك هنايا خصني ندير هاد او نقلب على هاد الكونت فاش غنسجل هاد الدين في لا كلاس 4. نعطيكم اكزامبل اخر مثلا عندنا مثلا لا ريمينيراسيون دو بيرسونيل فوالا. دونك عندنا ريمينيراسيون دو او بيرسونيل هاد لا ريمينيراسيون دو بيرسونيل باغ اكزومبل مثلا فكتوصل الوقت ديال الصالير باغ اكزومبل وانا مازال ما عطياش الصالير لي بيرسونيل ديالي فكيتعتبر واحد الدين عليا انا خصني نعطي لي بيرسونيل فكنسجلو في هاد لو كونت اللي هو 4432. دونك هذا هو لو كونت ديال لا ريمينيراسيون دو دو او بيرسونيل. نعطيكم اكزومبل اخر باغ اكزومبل لا كيس ناسيونال de la sécurité sociale. Donc la Caisse nationale de la sécurité sociale هي la CNSS. ف ملي كيوصل الاخر ديال الشهر كتعرفوا بلي خصنا نعطيو لي كوتيزاسيون لا سي ان اس اس. هاد لي كوتيزاسيون مثلا ما كتوصلش يعني ما مازال ما خلصهمش لا سي ان اس اس فكيبقاو عليا دين حتى كنخلصهم. دونك حتى هذا سي تان بارتنير. دونك ماشي غير لو فورنيسور هو اللي كيتسالني فواحد يعني بواحد الكريدي اللي هو الكريدي اكور تيرم وانما كاين بزاف ديال لي بارتنير اللي ممكن انهم يتسالوني. دونك نعطيكم اكزامبل اخر مثلا هنايا هاد لو كونط لي غتستعملو في دي زوبيراسيون باغ اكزامبل كان عندنا لو 4481 سي لي ديت سور اكيزيسيون دي موبيزاسيون. دونك هاد لو كونط هذا امتى غتستعملو ملي كتشري. هنا غنقول لك هاد الكونط هو العكس ديال الكونط اللي شفناه بالنسبه لا كلاس 3. دونك العكس ديال الكونط ديال لا كلاس 3 الا كتشوفوا هنايا الكونط اللي كنت شرحت لكم 3481 كريون سور سيسيون دي موبيزاسيون العكس ديالو كاين في 4. دونك هو ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. دونك لي هو 4481 هاد الكونت هذا امتى غيتستعمل بيان سور غيتستعمل في الحاله فاش كيكون عندنا مثلا واحد لاكيزيسيون ديال ايموبيليزاسيون كتشري واحد ليموبيليزاسيون ولكن كيكون واحد لو كريدي مع هذاك السيد او لهذاك الفورنيسور اللي كتشري عنده هذيك ليموبيليزاسيون وكتواعدوا ان لو كريدي يعني غتخلصوا في واحد لا بيريود كي نو دي باس با اون اني. هنا كنسجلوا هذا الكريدي هذا في كونت ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. دونك اون جينيرال لا كلاس 4 نعقلوا فيها غير الديون. الا كتلاحظوا هنايا ديتو دو باسيف سيركيلون فيها الديون اللي كتكون خاصني نخلصها للدي بارتنير وقلت لكم اكزامبل فورنيسور ريمونيراسيون دو بيرسونيل لا سي ان اس اس دوما لي فورنيسور ديال لي زيموبيليزاسيون بارفوا كيتسالونا دي ديت اللي هما كي نو ديباس با اون اني فوالا. اي جو باس ا لا كلاس 5. دونك لا كلاس 5 فوالا لا كلاس 5 اللي هو مهم انكم تعرفوه لا تريزوري اكتيف
ثم la trésorerie passive. Voilà. Donc هنا بالنسبة la trésorerie active كاينة في le bilan في la partie active ثم في la trésorerie passive هادو ce sont des comptes اللي كاينين في le bilan في la partie passive. الفرق بين la trésorerie كاين في l'actif و الباسيف هو أن la trésorerie active هنا عندنا la liquidité donc كتكون هنا positive. Donc, on a une liquidité, mais on a une négative. Donc, la trésorerie active, on a le flux sur la banque, que tu gères sur le compte banque. Yani, une fois que tu as les 1 à 51, 41 banques, que tu as le solde et les débiteurs, ça veut dire que on a le flux sur la banque. Une fois que tu as la caisse, tu as le flux sur la caisse. Donc, on a la liquidité, mais on a une chérica. Donc, l'actif. La trésorerie qui est dans l'actif, ça veut dire que chérica, l'entreprise a des flux dans les comptes de trésorerie. À l'ex, la trésorerie passive, il y a l'ex. Il n'y a pas de flux dans le compte. Je vais vous dire comme le compte banque, il y a dans l'actif ou il y a dans le passif ou il y a un solde créditeur. Donc, la banque. Vous savez que la banque, دائما سي ان كونت اللي كنحلو يعني فواحد ليتابليسمون فواحد ليتابليسمون بانكير ثم كن يعني كندوز الفلوس ديالي لهذا الكونت يقدر توصل واحد المده ان توصل عندي لا ليكيديتي زيرو دونك ما كيكونوش عندي الفلوس بيان سور هنايا انا متعلقه بمواعيد وبديدات مع لي فورنيسور او مع اي واحد كيتسالني اون ديت فمن اللي كيتسالني هاد السيد هذا اون ديت فهو لا بد خصني نخلصو هنا لا بونك كتقترح عليك واحد سيرفيس اللي هو كيتسمى اون فاسيليتي دو كيس اون فاسيليتي دو كيس شنو هو المعنى ديال فاسيليتي دو كيس ف الا جبنا ما عندكش لا ليكيديتي في الكونت ديالك وكتوصل زيرو ف فوزافي لا بوسيبيليتي باش انك تاخذ الفلوس الى واحد القدر اللي لا بانك هي اللي كتحددو ليه نقولو اكزامبل باغ اكزامبل هاد لا بانك مثلا محدده لواحد لونتربريز انها تاخذ ولكن ما ديباسيش واحد المونطون ديال 10000 درهم مفهوم دونك هنا لو فورنيسور اللي كيتسالني لا ديت ديالو ممكن انني نخلصو واخا ما عنديش الفلوس في الكونت علاش حيتاش لا بانك عطاتني لا بوسيبيليتي انني ندخل في لو موا Donc, had le fournisseur, par exemple, qui est mettons, 2000 dirhams, en supposant qu'il est 2000 dirhams, j'ai la possibilité de faire 2000 dirhams, ou la 2000 dirhams, je vais écrire dans la banque, dans la partie active, non, je vais écrire dans la banque, dans la partie passive. Donc, la banque partie passive, ou la banque solde créditeur, là, ملي كندخل في لو موا اولا ملي كتكون عندي واحد لا فاسيليتي دو كاس فوالا دونك هنايا في هذه الحاله هذه لا بانك راه ما كتسناش اولا ما كتفيكسيش معاك واحد الموعد ديال انها فاش غتاخذ هاد 2000 درهم نو ولكن اون فوا كيجي واحد لو كليون كيفيرسي ليا واحد لا سوم مثلا ديال 3000 درهم من هاد 3000 درهم لا بانك غتهز لا سوم ديال 2000 درهم ديالها دونك هادي هي اللي كتسمى اون فاسيليتي دو كيس دونك اون فوا كيخرج ليا لو سولد كريديتور في لو كونت بانك اولا ملي كندخل في لو موا بالنسبه لو كونت بانك هنا لا بانك كتولي كتولي تريزوري باسيف نعطيكم مثلا دي زيكسبليكاسيون على واحد الكونت اخر اللي هو كريدي دو تريزوري كتعرفوا بلي لا بانك ممكن انني نجيب من عندها دي زومبران دونك هنايا ممكن لا بانك تجد منها دي زومبران ولكن شنو هو الفرق ما بين هاد اونبرون او كريدي دو تريزوري فوالا دونك ان كريدي دو تريزوري هذا ال ديباس اون اني وهذا الي موا اون اني سا في دير كو الا عندي مثلا اونبرون فما غنخلصش لانويتي ديالي حتى يفوت عليها عام ولكن ملي كنقول لك مثلا خديت واحد لو كريدي من عند لا بانك تيل تيل ف وهاد لو كريدي هذا غنرجعوه في واحد لا بيريود دو 5 موا باغ اكزومبل فهاد المونطون هذا غتقيدو ليا في لو كونت كريدي دو تريزوري اون با اونبرون
وماشي بنك كذلك ديال سول كريديتور. دونك كريدي تريزوري كتستعمل ملي كنهزو واحد لو كريدي. دونك ملي كتهز واحد لو كريدي وغترجعو في لا بيريود دان 5 موا، هادي شي با دي فاسيليتي دو كيس. نو، لا فاسيليتي دو كيس هي الا عندنا مثلا لو زيرو مثلا، وكنصيفط الفلوس للفورنيسور ديالي مالغري سا كيتصيفطوا لي هادوك 2000 درهم ميم كو لو كونط ديالي فيه زيرو. علاش؟ حيتاش اصلا عندي واحد لا فاسيليتي دو كيس مع لا بنك. فوالا دونك اون جينيرال هادشي اللي غنقول لكم بالنسبه لو بلان كونطابل. دونك شرحنا من لا كلاس واحد حتى لا كلاس خمسة. دونك بالنسبه لو بيلان مستوين بهذا الشكل. دونك قلنا لا كلاس 1 سو تروف دون لا بارتي passif. Thomas, بالنسبة la partie active, Kena, la classe 2, la classe 4 aussi, la partie passive et 3 dans l'active. Thomas, le 51, et le 55, Hena, ou Bheda, Kanafou, Bli, كل كونت او لا كل كلاس راه عندها الدور ديالها، وهذا هو يعني ما يمكنش تكون في لا بارتي اكتيف، ولي كلاس ديال لا بارتي اكتيف ما يمكنش يكونوا في لا بارتي باسيف. دونك فوالا بالنسبه للزيكسبليكاسيون اليوم على لو بلان كونطابل. الحصه الجايه ان شاء الله ولا الفيديو الجاي ان شاء الله غنحاول ندير الدرس ديال لو كونت، غنحاولوا نشرحوا لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل باش اننا نتمكنوا نخدموا دي زوبيراسيون ا بارتير من بيان سور بالمساعده ديال لو كتيب ديال لو بلان كونطابل. وبهذا غنكون عاود غندوز لكم لا كلاس لا كلاس 6 اي لا كلاس 7 باش نديرو حتى هي دي زيكسبليكاسيون عليها. ميرسي دو فوتر اتونسيون. الا كانوا شي تعليقات اولا شي استفسارات على اي حاجه كتعلق بلا كونطابيليتي، ما عليكم غير تكومونتيو ليا، وان شاء الله انا غنحاول انني نجاوب لكم على التفسيرات اولا على الاسئله ديالكم.